بالنسبة لنظر الإنسان إلى عورته، ذهب جماهير أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة نفسه، بل قد يتأكد عليه ذلك إذا كان لتكليف شرعي كإزالة ما أمر الشارع بإزالته من شعر العانة وغيره. وكذلك نظر الإنسان إلى عورة زوجته ومملوكته، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما سئل عن النظر قال احفظ بصرك أو نظرك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. وكره بعض العلماء التوسع في النظر إلى العورة، عورة الإنسان نفسه، قال يكره له ذلك أن يتوسع، يعني أن يكون النظر لغير حاجة ولغير سبب. وذكروا بأن إدامة النظر إلى العورة يؤثر في طبيعة النفس، والله تعالى أعلم. لكن عموما إذا احتاج الإنسان إلى ذلك كالاستنجاء مثلا أو الاستجمار، وكذلك ما يتعلق بالاغتسال، وكذلك ما يتعلق بتحقيق سنن أو بعض سنن الفطرة، فهذا مشروع. وكذلك نظر الزوج إلى عورة زوجته، ونظر الزوجة إلى عورة زوجها، وكذلك إلى المملوكة كما جاء نص ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا كله مما هو مأذون به.